إذن بداية، هي جملة من الإجراءات الوقائية لضمان السير الجيد لامتحاني شهادة تعليم المتوسط والبكالوريا. هل لكم أن تحدثونا أكثر عن هذا البروتوكول الصحي؟ إن الهدف من إعداد هذا البروتوكول من طرف وزارة التربية الوطنية والتي تمت المصادقة عليه من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يرمي إلى وضع تدابير وقائية وصحية في مراكز إجراء شهادة تعليم متوسط والبكالوريا لضمان اجتياز أبنائنا وبناتنا في ظروف حسنة ومطمئنة وجيدة. نعم. كما تعرفون أن بلدنا يعيش مثل سائر بلدان العالم يعني تفشي هذا الوباء. إذا وانطلاقا احنا من المرسوم التنفيذي 2069 الذي يهدف إلى الوقاية من انتشار هذا الوباء وجميع التعليمات يعني اللاحقة به، أعدت وزارة التربية الوطنية هذا البروتوكول اللي فيه يعني من مجموعة من التدابير. هذا التدابير هذه فيه إلزام لجميع المؤطرين والمترشحين يعني من تنفيذ هذه التدابير. إذا ماذا نقصد بهذه التدابير؟ أولا على رؤساء مراكز الإجراء قبل إجراء الامتحانات مثل ما ذكرتي، نعم، تعقيم وتطهير جميع المرافق وجميع القاعات والساحات وكل الفضاءات داخل يعني سير المراكز لسير الامتحانات يعني تسير سير عادي. كذلك يجب كذلك من توفير كذلك الماء يعني الشروب وكذلك الماء في جميع يعني قاعات وكذلك المرافق الصحية كذلك حتى يمكن وتوفير كذلك الصابون وكذلك الصابون يعني السائل، هذا حتى يتمكن كل المواطنين كذلك داخل المركز وكل مترشح يعني من استعمال هذا. كذلك لابد كذلك من توفير كذلك قارورات يعني الجل الكحولي في جميع القاعات، قاعات الامتحان وكذلك في جميع قاعات العمل وفي جميع المحطات التي تستقبل أبنائنا وبناتنا المترشحين. إذا البروتوكول فيه عدة مجموعة من المحطات عند التحاق المترشحين. أولا يلتحقون دائما ساعة قبل انطلاق الاختبارات، وبالتالي يكون استقبالهم أمام يعني عند مداخل مراكز الإجراء من طرف أعضاء الأمانة أو مؤطرين من طرف أعضاء الأمانة، وبالتالي يكون استقبالهم يعني بإلزامهم وبكذلك دعوتهم إلى احترام التباعد وعدم التباعد الجسدي، أكثر يعني الاصطفاف المترشحين الواحد تلو الآخر هذا عند الاستقبال، وضرورة مرورهم على شيء اللي نسموه احنا في المحطة هو البومسحة تاع الأحذية اللي هي عبارة عن بساط يعني مبلل يعني بجبال خاص حتى نبدأ يعني العملية. ثم يصطف كذلك المترشحين داخل يعني ساحة في أماكن يعني مخصصة لذلك لاجتياز على كشف الحرارة نتاعهم بواسطة يعني كواشف الحرارة، وراح نخصوا أكثر من ثلاثة كواشف لكل مركز حتى تتم العملية يعني بسلاسة وتتم العملية بسرعة مع احترام المواقيت. إذا فيه يستقبلهم هنا في هذه المحطة هذه أعضاء من أمانة ويكونوا أساتذة ويكونوا كذلك مشرفين تاع التربية لأخذ يعني الحرارة تاع المترشحين عن طريق هذه الكواشف. إذا كان لاحظوا شيء وهذا يكون بمعية طبيب، لماذا أن خصصنا في هذه الدورة طبيب لكل مركز وعيادة يعني مجهزة يعني بالأدوية الاستعجالية اللي يمكن يعني التدخل أثناء الإجراء. نعم. إذا في حالة ما إذا كان لاحظوا يعني درجة أكثر يعني حرارة تاع درجة أكثر من 37 يعني لدى مترشح، هذا المترشح هذا يطمئن يعني هنا ندخل في عملية يعني طمأنة المترشح وترك يعني العملية يعني تستأنف يعني بسلاسة يعني لاجتياز على
وعزل هذا المترشح هذا في قاعة ستخصص قاعة مخصصة، ستخصص قاعة مخصصة لعزل ما نقولش وإنما مصابون وإنما مشتبهون بحالتهم الصحية، ويجتازوا المترشح تحت الرعاية الكاملة للطبيب. لعلمك سيدتي المحترمة ولعلم كذلك جميع المشاهدين أن هناك إجراءات تنظيمية أخذتها الوزارة التربية الوطنية لتنفيذ هذه الإجراءات في الميدان، هو إضافة نائب لرئيس المركز خاص بالوقاية الصحية، وإضافة كذلك 4 أعضاء أمانة يتكلفون بمتابعة يعني تنفيذ يعني هذه التدابير وهذه الإجراءات الصحية. كذلك أضفنا سيدتي المحترمة 4 عمال للقيام بعملية 4 عمال في كل فترة، يعني نقصد بالفترة هي الفترة الصباحية والفترة المسائية، يمر هؤلاء العمال يعني لتطهير يعني القاعات الامتحان وتطهير كذلك جميع قاعات العمل وكذلك تهوية كذلك القاعات يعني جعل يعني تهوية القاعات. نعم. طيب إذا هي جملة من الإجراءات الوقائية الواجب أو التي ستكون ضمن من أجل السير الحسن لامتحان اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.